إليك فايز. شكرا هبة وخالد، وأهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من أخبار الرياضة وتشاهدون فيها لهذا المساء. الأهلي يتخطى الوحدة ويقتنص صدارة الدوري السعودي مؤقتا. خطف الأهلي الصدارة بعد فوزه على غريمه الوحدة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 للدوري السعودي. سجل هدف اللقاء نجم الفريق عمر السومة في الدقيقة 54 ليرتفع رصيد الأهلي للنقطة 38 محتلا المركز الأول بفارق نقطة عن الهلال المتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 13 بالمركز العاشر. وفي المقابل واصل فريق الشباب صحوته بفوزه الثالث على التوالي أمام منافسي الخليج بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الشباب إلى 27 نقطة محتلاً المركز الخامس، بينما توقف رصيد الخليج عند النقطة 20 محتلاً المركز الثامن في البطولة. أكد الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم 2022 أن خطة استضافة المونديال تسير وفق الجدول الزمني المعلن، وأن كافة المنشآت سيتم تسليمها للفيفا قبل الموعد المحدد. سيكون من الصعب تحديد مدة محددة أو نسبة مئوية، ولكن ما يمكنني قوله إننا نسير وفق الجدول الزمني الموضوع. فقد تم بالفعل منح عطاءات اثنين من الاستادات الرئيسية إلى شركة كبرى، والاستادان الثالث والرابع سيتم تسليمهما لشركة دولية أخرى خلال العام الحالي. بالتأكيد نحن نراعي التطور التكنولوجي وعنصر المسافة بين الملعب ومقاعد الجماهير. تأهل هيرتا برلين إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزها الصعب على مضيفي هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تقدم أرن فايك بهدف مبكر لهايدنهايم في الدقيقة العاشرة قبل أن يرد هيرتا بهدفين حمل توقيع فيداد إبزيفيتش قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف جينكي هاراغوتشي الهدف الثالث لهيرتا، فيما تكفل مارك شناتيرر بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء. حجز الإسباني روبرتو باوتيستا مكانه في الدور 16 من بطولة روتردام العالمية للتنس. تأهل باوتيستا جاء بعد فوزه على البرتغالي جواو سوسا بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 7 أشواط لـ6 وستة أشواط لشوط وستة أشواط لـ3. بذلك سيواجه باوتيستا في الدور التالي منافسه التشيكي جيري فيسيلي. توج السلوفيني بيتر بريفيتش ببطولة العالم للقفز التزلجي المقامة في النرويج. واصل بريفيتش صدارته للترتيب العام بعد أن حقق قفزتين بطول 135 مترا و 132 مترا ليحتل المركز الأول بفارق نصف متر عن ستيفن كرافت صاحب المركز الثاني. انطلقت اليوم الجولة التجريبية للموسم العاشر من سباق الملاحة القصوى في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. يشمل الموسم الحالي 8 فرق متنافسة من 8 دول حول العالم، ويستعد البحارة للملاحة على سفن GC32 الجديدة، ومن المقرر أن يكون آخر سباقات هذا الموسم في سيدني الأسترالية. نجح الدراج النرويجي إدفالد بواسون في اعتلاء الترتيب العام لسباق قطر للدراجات الهوائية. تصدر بواسون للترتيب جاء بفضل فوزه بالمرحلة الثالثة بسباق 11 كيلومترا مسجلا نحو 13 دقيقة و26 ثانية فاصل 98 جزءا من الثانية بفارق 25 ثانية عن الهولندي غاس فان أمدن الوصيف. بذلك ابتعد بواسون بصدارة الترتيب العام بفارق 26 ثانية عن البريطاني مارك كافنيتش. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الرياضية، شكرا لحسن المتابعة، ونعود لهبة وخالد لاستكمال ما تبقى من أخبار.